هذا البرنامج برعاية كريم هايبر ماركت. أبو الطريفي تفضل. إحنا عندنا أول فقرة اليوم هي التحدي سيدي العزيز. تمام؟ تمام. التحدي كالآتي: أسئلة عامة راح نتحدى، أنت عندك 10 أسئلة وأنا عندي 10 أسئلة. تمام. بس بدنا نجاوب عليهم بسرعة عشان نمشي الفقرة بسرعة. يلا. نختبر معلوماتك العامة. أنا أتوقع أن أسامة الطريفي بهاي الفقرة راح يغلبني 100% لأنه معلوماته العامة فخمة جدا. رحنا أنا وياه صورنا برنامج فيعني فوت اللي معاي. معلوماته العامة فل، في السؤال ما جاوبوش، مشان هيك صعبنا له الأسئلة شوي على قولة سعاد زي ما بلغتني. فإن شاء الله تكون الأمور. بس اسمع، احنا أصحاب نعطي بعض خيارات زي هيك، منساعد بعض. منساعد بعض. توك 100%. أوكي. أبو الطريفي راح أبلش من عندي أنا سيد العزيز بالسؤال الأول. جاهز؟ تمام. السؤال الأول بيقول لك: شهر ربيع الأول هو الشهر كم بالتقويم الهجري؟ هاي الصفنة فيه من وراها جواب، مش إنه مش عارف. لا يا بحسب. ربيع الأول هو الشهر رقم بعملش بالأشهر. رقم كم بالتقويم الهجري؟ أعطيني خيارات يلا. شهر 3، شهر 2، أم شهر 6؟ معك 10 ثواني يا أسامة. 3. صحيح 100%. إلا ما يجاوب صح بالآخر. أحسبها كنت. 100%. أوكي. السؤال الثاني عندك سيدي والنتيجة 1-0 إلى. طيب بالأشهر كمان بس بالميلادي هلا. هذا حزيران. إخوان أنا يعني مش حافظهم. سيدنا. أعطيني خيارات. قريبين إحنا اللي مش كتير بعد. طيب أعطيني خيارات. طيب حزيران 5-6-7. شهر حزيران هو قصدك إنه أي شهر؟ أي شهر. مش بالتقويم الهجري. لا لا. شهر. أي شهر. أوكي حزيران 5. 6. 6 صعب تحسبك اياها ولا لا؟ لا والله والله العظيم انها ما حكت لي. انت حكيت 5 بالاول. والله 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 باي يعني ابدا ما فيش تكشيش. طيب دقيقة رن الجرس بس عن اذنك بدي اقوم اجيب جائزة ونجرب نحكي قبل شوي. والله ما شاء الله اوكي مرتب. رن الجرس يعني معناته المفروض اخر كومنت يكون حاليا معانا جاهز على الهواء مباشرة وعلى السوشيال ميديا. عبين ما يجهز معنا آخر كومنت والشباب يثبتوه عنا على السوشيال ميديا راح نروح نشوف شو الجائزة. أنا فتحت هذا الصندوق، أفتح هذا الصندوق دقيقة. أيوة هيك تمام. نشكر طقس العرب جو على أنهم يعني وفروا لنا هاي الجوائز، هذا الفيتشر موجود بأبليكيشن طقس العرب. وآخر كومنت هلأ: إذا ما كنت مشير اللايف ما راح تربح، فنتمنى منكم كلكم تعملوا شير لللايف، تستنوا الجرس يرن اللي هو النوتيفيكيشن الخاص بطقس العرب. إذا سمعتوا رنة النوتيفيكيشن الخاص بطقس العرب معناته لازم تكتبوا كومنت. آخر كومنت ينكتب حيربح معانا حجز يوم مقدم من مزرعة هاواي، وعندنا وجبة لأربع أشخاص مقدمة من مطعم هاكونا ماتاتا، وقسيمة شراء بقيمة 15 دينار مقدمة من محمص القيسي. ألف مبروك للربح معانا. وما زال في عندنا جائزتين يا إخوان، جائزة هون وجائزة هون، كل جائزة فيها تقريبا 3 جوائز. شير واستنوا الجرس، حطوا كومنت عشان نربحكم. أبو الطريفي راح نرجع نكمل. إيش هو؟ ألف مبروك للربح، مرتب الجوائز. ممتازة طبعاً. 100%. أنت الممتاز أبو الطريفي. 1-1 النتيجة. يلا السؤال عندي أبو الطريف. يلا. سؤالك بيقول سيدي: ما هي الرياضة الأكثر جماهيرية بالعالم؟ القدم. صحيح 100%. القدم بكل بساطة. السؤال عندك سيدي روح. طيب ثاني أكبر دولة بالعالم من حيث عدد السكان. ثاني أكبر دولة بالعالم من حيث عدد السكان. عدد السكان مش مساحة. روسيا. لا كمان خيار. أعطيني أنت خيارات. طيب عندك عندك الهند. هند. وعندك كندا. الولايات المتحدة الأمريكية. أتوقع الهند. صحيح الهند. طيب 100%. يلا. السؤال سيدي إلك: أين أو من الفائز بكأس العالم من سنة 2014؟ عيط. قدم. ألمانيا. قدم. صحيح. لا سؤال قدم. فازت على الأرجنتين الفريق البحث. شكلك يا سامة مش مشجعينهم. إيش شيف؟ بقول شكل الطريف مش من مشجعين البرازيل. لا لا بس هي المانيا اللي فازت مش البرازيل. المانيا عفوا. بس انا ارجنتيني فازت علينا بالنهائي للاسف. شو رايك بأداء الارجنتين؟ يعني والله ممتاز. احكي لك شو لسه بتشجع الارجنتين مصر يعني؟ حتى النخاع يعني ارجنتيني مش عارف شو بدي اقول. مشكله كل شجره العيله ارجنتيني. كل شجره العيله ارجنتيني فوق لتحت كلهم ارجنتيني. الطريفه من وين معلم؟ سان باولو. طيب سيدي سؤال أنا جاوبت هيك هلا. بسألك سؤال كثير سهل: ما هو علم الميتيورولوجي؟
لا بتعرفوش بروح الميتيولوجي ميتيولوجي ميتيولوجي شيء له علاقه في الطقس علم الطقس والاصل علم الاصل الجوي 100% صح حركتهم في الجو هذا سؤال انا سامعه قبل ما مرق عليك بالتستنج طيب سيدي سؤال 3-3 نتيجة سؤال بيقول لك اين شو هاي حزيره صف رابع بس بحزرها اين يوجد البحر بلا ماء يا اسامه البحر بلا ماء اين يوجد البحر بلا ماء بحر بلا ماء اعتبرها حزيره وين البحر اللي ما فيش فيه مي ايش اختصاصك يا طريق هات يا انس يلا ايش اختصاصك هذا اختصاصي وين البحر الغيوم. ايه الغيوم لا وليه اعطيني خيارات مش اعطيك خيارات اعطيك خيارات حزيره ما مثل السهله هاي السهله حزيره لو اعطيك خيارات حتعرف بحر جوف تاكل ولا جدا اين يوجد البحر بلا ماء يا طريق اختصاصك هذا طول نهارك وانت قاعد تشيك عليهم شغلك يعني ايش من ضمن شغلك وجود البحر بدون الاعداد بيقولوا لي خلص بكفي ما تساعد وقتك مطار المنخفضات لا ايش على الخريطه يا اسامه الطريق زرت صف رابع بالي يا اسامه زي ايش بيطير لونه زهري ولابس ازرق ايوه بالضبط دبان لابس ايش في نفس المبدا طيب دوري عندك سيدي طيب انت بعرفك مش كثير صوفي معهم مثل مثلك كم عدد اسنان القط عدد اسنان القط مش صوفي كثير 4 لا اكثر اكثر كثير يمكن 16 او 18 40 سن نعم خسرتني فيها هاي طبعا انا عوض تاعت البحر وخريطه بصراحه خسرتني فيها طيب هيك النتيجه قد ايه ثلاثات طيب واحد خسر واحدة اوكي سؤال لك يا ابو الطريفي بيقول ما هي اصغر دولة في العالم مساحة اصغر دولة في العالم مساحة سهلة طريق مالك ليه صفنا الفاتيكان البحرين جاوب بدي جواب واحد منهم اكيد بس بدي جواب البحرين الفاتيكان هذا امي هي بتطلع الفاتيكان الفاتيكان صاحبي كاتب الاول الفاتيكان اوكي ماشي يلا سؤال طيب سؤال عواصم ما هي عاصمه موريتانيا راح اعطيك خيارات نواكشوط جزر القمر جيبوتي نواكشوط صحيح بس اوكي سؤال لك سيدي يلا ما هي الدولة التي تنتج أكبر نسبة من البيض؟ كل مرة كم بيضة فقط الصبح اليوم على الفطور في الأردن أكثر دولة تنتج أكبر نسبة من البيض شوف أساعدك هاي الدولة بحاجة تنتج أكبر نسبة من البيض بسبب عدد سكانها الكبير جل ركز عدد سكانها الكبير الصين صين صح 100% اكيد راح تكون اكثر دوله تجاريه في العالم يدوب يلحقوا الاستهلاك عالي عندهم تفضل سيدي طيب. عندك ما هي عمله سلطنه عمان عمله النقديه يعني سلطنه مش للريال العماني اوكي اعطيني خيارات كنت الحلو نفيت الجواب من البدايه ريال عماني صح كل ثقه مش ريال ما راح حقك مش الدينار مش للريال العماني بتسائل يعني لا ريال العماني صحيح طيب ممتاز سؤالك سيدي من هو اللاعب الوحيد الذي فاز بدوري أبطال أوروبا بثلاثة أندية مختلفة أياكس ريال مدريد وميلان مين هو اللاعب الوحيد اللي فاز بدوري الأبطال بثلاث أندية مختلفة أياكس ريال مدريد وميلان والله ناسي جنسيته تبات خيارات أوكي روبن سيدورف ام سيدورف. اوليفر كان سيدورف تاكد اوليفر كان لا ايش واحد حكيت لي روبن ام سيدورف روبن ما فاز دور الابطال مع الريال سيدورف سيدورف صح 100% الله شو جوده سيتو هولندي هولندي سيدورف 100% انا مشجعين هولندا تفضل يلا ما هو اكثر فريق فاز بدوري ابطال اوروبا أكثر فريق فاز بدوري أبطال أوروبا عندك خيارات؟ ريال مدريد 100% للأسف 100% ريال برشلونية 13 مرة حلو تمام 100% طيب
نوقف شوي هيك ونروح نطمن على شيف أنس. شيف أنس حبيب قلب، احكي لنا شو صار معك، وين وصلنا حاليا سيدي؟ طيب يا جماعة، احنا خلصنا بيتزا التوست، صارت جاهزة على الفرن، حطينا عليها المكونات. طبعا انتم شو مكونات البيتزا اللي بتحبوها حطوها، انا حطيت بيبروني، حطيت سلامي، بيتزا جبنة موزاريلا، زيتون اسود مقطع، ذرة، وجبنة تشيدر. وهاي صينية او بيتزا الدجاج، فردتها على صينية مدورة، انتم بتقدروا تفردوها بالشكل اللي انتم بتحبوه، وتحطوا كمان المكونات اللي انتم بتحبوها. ان شاء الله راح ندخلهم على الفرن. التوست راح ياخذ معنا 10 دقائق 12 دقيقة بالكثير. انا صار عندي فضول، خليك انا مشان انت متشهاش، انت لازم تنزل. انا قاعد اطلع، انا صار عندي فضول بس اشوف كيف فردت ال اوبا يا حبيبي، كيف فردت ال... هاي هي الدجاج وهي 100%. هلا بالنسبة للصينية هاي، هي صينية تارت بتلاقوها بالبازار الصيني، تمام. وسعرها كثير مناسب صراحة، يعني انا لما رحت جبتها توقعت ادفع لي 10 دولار على الصينية، دفعت كثير اقل، تمام. كل المكونات بتلاقوها كمان بكريم هايبر ماركت باسعار جدا خرافيه صراحه، وكواليتي جدا عالي. ممتاز. يعني زي ما انت شايف المواد، وهي المواد اكلنا منها قبل التصوير، هذا يعني هذا بالبق نقول هلا بالخميس، هلا بالخميس هيك على الاشياء هاي. طيب مكملين معك شيف انس، اكيد راح نرجع لمطبخ كريم هايبر ماركت طقس العرب مع شيف انس. الجرس حاليا بذاني رن، يعني لازم تكتبوا كومنتات، يثبتوا لكم الكومنت، ونشوف هلا من هنا يثبت الكومنت على صفحتنا على الفيسبوك طقس العرب، نشوف شو الجائزة اللي ربحها معانا آخر كومنت حاليا. الجائزة اللي ربحها معانا آخر كومنت حاليا عطر للشعر مقدم من إلورا هير بيرفيوم، اشتراك ماي فاي لمدة سنة مقدم من أمنية، وقسيمة بنزين بقيمة 10 دنانير مقدمة من المناصير للزيوت والمحروقات. ألف مبروك. لازم أي حدا حط آخر كومنت يكون عامل شير لللايف تبعنا وشير للبث تبعنا. بدكم فيوهات؟ آه بدنا فيوهات، فشيروا يلا. أبو الطريفي نكمل معاكم، هيك رح يكون. ليش وصلنا شفلنا النتيجة سعاد، أنا نسيت النتيجة. 6-4 لمين طريفي؟ 6-4 لك أبو الطريفي، تمام؟ سؤال عندك سيدي، اسأل. لا سألتك عن الريال، أنا دورك على الثامنة. دوري، أوكي. سهل هذا. ما هو الوباء الذي أصاب العالم في عام 1918؟ الحمى الإسبانية. صحيح 100%، الإنفلونزا الإسبانية والطريق. وعش، أوكي. يلا سيدي. طيب برضو على الرياضة يا مدرب التوقيت. يس. من هو اللاعب الذي فاز بكأس العالم 3 مرات؟ لاعب فاز بكأس العالم 3 مرات، كريستيانو رونالدو. رونالدو ولا مرة فاز. كريستيانو ما فاز ولا ميسي. ولا ميسي. خيارات. من اللي قدام. خيارات. تمام. من اللي قدام. بيليه. اوكي. مارادونا، زين الدين. اتوقع انه بيليه. 100%. صحيح 100%. اصلي. ما هي عاصمة افغانستان؟ كابول. صح 100%. السؤال عندك سيدي، تفضل. ما هو الشعار الخاص بالولايات المتحدة الامريكية؟ النسر. 100%. نسر الاصلع، عشان نوضح الاجابة. حلو. ما هي عملة الصين؟ روبية. لا. الين الصيني. الين صح، او اليوان يسموه. صحيح 100% بالطريفي. اخر سؤال سهل، اين يقع تمثال الحرية؟ ايه طلع العلي اكيد. لا جاوب. اكيد بامريكا. 100%. وهيك النتيجة تحديدا في نيويورك. لا الك الحمد لله. 9-7 الك، تمام. هيك فزت امورك 100%. هذا البرنامج برعاية كريم هايبر ماركت.